بالمناسبة كمان علشان الفترة دي في كلام كتير عن محمد مجدي قفشة وإصابته، أخباره إيه؟ هيرجع؟ طب مين البدائل الموجودة؟ بأكد لكم من هنا إن شاء الله محمد مجدي قفشة في استجابة كبيرة جدا للعلاج. النهاردة الورم اللي كان في الأنكل أو في كاحل محمد مجدي قفشة الحمد لله نزل بنسبة كبيرة جدا. إن شاء الله محمد مجدي قفشة هيكون متماثل إن شاء الله في الملعب، وهيكون موجود في التدريبات الجماعية في خلال 10 أيام من دلوقتي إن شاء الله. في استجابة كبيرة جدا للعلاج، وهيكون متواجد كمان قبل مباراة الترجي يوم 19، وهيشارك مع اللعيبة في التدريبات إن شاء الله. هيكون موجود محمد مجدي قفشة، هو كمان لعيب مهم جدا داخل فريق النادي الأهلي.